إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. تقدم لكم قناة تيك برو اتش دي، كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والمنتجات الجديدة. لتشجيع قناتنا لا تبخلوا علينا بالسبسكرايب والضغط على زر لايك وتفعيل جرس ليصلكم الجديد. نمبر 1، زيرو بريز مارك. مع زيرو بريز مارك يمكن البقاء هادئا في أي وقت وفي أي مكان، حيث يحافظ على البرودة بغض النظر عن درجة الحرارة بالخارج، كما أنها مدمجة وخفيفة الوزن بحيث يمكنك حملها بسهولة. يعتبر الزيرو بريز مارك مناسبا بشكل خاص للتخييم والمناسبات الأخرى، مثل عربة مقطورة متنقلة وشاحنة ونوم قمرة القيادة في المرآب وصيد القوارب. باختصار، سيكون صيفك أكثر برودة مع وجود الزيرو بريز مارك 2 بجانبك. داخل الزيرو بريز مارك 2 تم القيام بدمج نظام خرطوم مزدوج ثوري لسحب الهواء الخارجي النقي وإخراج هواء العادم الساخن من خلال خرطوم منفصل. خرطوم الشفط المزدوج يسمح للهواء النقي بالدوران في الداخل بحيث لا يوجد ضغط سلبي في الغرفة، وهذا الهيكل سيوفر كفاءة أداء أكبر للوحدة ويزيد من قوة التبريد الناتجة. يوفر زيرو بريز مارك 2 تدفقا سلسا وغير متقطع وعالي السرعة للهواء للتبريد الشخصي. يستخدم الجيل الأخير المحسن من زيرو بريز مارك 2 نظام مجاري هواء محسن حديث، يستخدم مروحة طرد مركزي لضمان حجم الهواء. يزداد حجم الهواء بنسبة 53% من 100 قدم مكعب في الدقيقة إلى 153 متر مكعب في الدقيقة. أيضا يولد محرك التيار المستمر بدون فرش تدفقا قويا للهواء مع استخدام طاقة أقل وتقليل مستوى الضوضاء إلى أقل من 40 ديسيبل في وضع السكون. تسمح تقنية إلغاء الضوضاء الحاصلة على براءة اختراع للزيرو بريز مارك 2 بالعمل عند 40-50 ديسيبل، وهي مثالية للاستخدام في الخيام والمساحات الصغيرة. هناك أربعة أوضاع عمل بما في ذلك وضع السكون ووضع إزالة الرطوبة. مع زيرو بريز مارك 2 يمكنك البقاء هادئا دون مقاطعة أثناء نومك. يتكون نظام بطارية زيرو بريز مارك 2 من بطارية عالية الطاقة 18650، توفر كل بطارية قابلة للتبديل 5 ساعات من البرودة طويلة الأمد للعمل والترفيه. بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضا فصل بطارية زيرو بريز مارك 2 القوية لتكون بمثابة منفذ طاقة لمعدات التخييم. لن تقلق أبدا بشأن العثور على مصادر الطاقة. نمبر 2، سيت باك زين. يعد السيت باك زين الجديد أكثر كرسي واحد مدمج وعملي في العالم. إنه مصمم لتحسين وضعيتك ويتيح لك الاسترخاء عندما تحتاج إليه، سواء كنت في الداخل أو في الهواء الطلق. مصنوع من أنابيب الكربون ومقعد نايلون الباليستي، هو المقعد المحمول الأصعب والأكثر تقدما والأخف وزنا في السوق. شكل السيت باك زين على شكل واي هو الزاوية المثالية لتعليق المقعد المصمم هندسيا لتبني الشكل الصحيح باستخدام وزن المستخدم. يوفر المقعد المتأرجح أقصى درجات الراحة والمرونة. تم تصميمه بميزات أكثر سهولة مثل العلامات الموجودة على طول الأنابيب، ويمكن استخدام سيت باك زين مباشرة خارج الصندوق باتباع الأعلام البيضاء. سيتم إعدادك في ثواني. افتح، اسحب، لف واستمتع. تم تصنيع سلسلة سيت باك زين من أجود المواد المتاحة فقط، الكربون وألمنيوم الطائرات والشبكات التكتيكية والألياف الباليستية وحزام كيفلر. من خلال مطابقة أداء هذه المواد من الهندسة الدقيقة، تم إنشاء أقوى كرسي في الكون وخفيف الوزن وقابل للتعديل. مع السيت باك زين في المكتب وفي أحداث الوقوف يمكنك التدريب والحفاظ على وضعية جيدة، مما يعزز بدوره مستويات طاقتك وتحفيزك وتركيزك. نمبر 3، فورين إيروف. هو نظام تبريد محمول أنيق وعالي التقنية. ما عليك سوى شحن بطاريات إيباد القابلة للاستبدال وتخزين طعامك ومشروباتك، واذهب أثناء التنقل، واعلم أن كل ما قمت بتعبئته سيبقى باردا وجافا لمدة تصل إلى 5 أيام. لا مزيد من الثلج، لا مزيد من السندويتشات المبتلة، لا مزيد من المشروبات الفاترة. هنا إيروف. يمكن لإيروف تجميد طعامك في درجة حرارة دون الصفر
بدون ثلج. قم بتجميد البضائع الخاصة بك في درجة حرارة منخفضة تصل إلى 8 درجة فهرنهايت. تحافظ تقنية عزل الرغوة المبتكرة من إيروف على طعامك باردا لعدة أيام، كما أن استهلاكها المنخفض للطاقة وقدرتها على الوضع الذكي يعني أنها تستخدم الكمية المناسبة من الطاقة، مما يحافظ على الشحن لفترة أطول. سوف يبرد إيروف أو حتى يجمد طعامك لمدة تصل إلى 5 أيام مع البطارية. يمكنك استبدال بطاريات إيباد الجديدة لمدة 5 أيام إضافية. بفضل بنائه المبتكر يمكن لإيروف الاحتفاظ بالثلج مجمدا لمدة تصل إلى 10 أيام، وهذا بدون بطارية. سيحافظ الجمع بين طاقة بطارية إيروف والجليد على طعامك طازجا لمدة 14 يوما بشحنة واحدة، وتعني خيارات البطارية القابلة للتبديل والشحن بالطاقة الشمسية أنه يمكنك الاحتفاظ بمحتويات إيروف نمبر 4 سيت باك كامستر. اذهب إلى أي مكان، استخدم الكرسي في أي مكان. في سيت باك كامستر تم التركيز على إنشاء منتجات ذات استخدامات متعددة تتميز بتصميمها الخالد ومصنوعة من مواد عالية الجودة. قم بالتمرير وستندهش من الميزات وتجربة كيف ستوفر الأرجل الثلاث راحة جلوس أفضل والقدرة على المناورة، فضلا عن توفير الاستقرار وحرية الجلوس. سيت باك كامستر هو أكثر بكثير من مجرد كرسي تخييم. كامستر هو كرسي اجتماعي، كرسي يمكن إحضاره إلى أي مكان حتى استخدامه في المنزل ككرسي ضيف. يمكن بسهولة إرفاق 2، 3، 4 أو حتى 8 مواقع تخييم مع حلقة تسلق مجانية لإرفاق حقيبة الحمل المرفقة. ما الذي لديك أفضل وأسهل مقعد محمول في السوق؟ لا مزيد من البحث، هنا كامستر ولن يترك جانبك أبدا إلا إذا نسيته في مكان ما. على أي حال تم القيام ببناء الكرسي بحيث يكون مضغوطا وسهل الاستخدام. يعمل إطار الكل في واحد المزود بمقعد نايلون مانع للتمزق على تقليل وزن المقعد إلى 2 رطل، وسعة تحميل تصل إلى 300 رطل. يتيح لك تصميم الفريد ثلاثي الأرجل التبديل والتحرك والبقاء مرتاحا بسهولة. من أكثر الأشياء المدهشة في سيت باك كامستر قدرتها على أن تكون منتجات متعددة في منتج واحد. نمبر 5 دايفرويد. قد يصبح شراء جهاز كمبيوتر غوص وبوصلة وكاميرا منفصلة للغوص باهظ الثمن بمرور الوقت، ناهيك عن أنها ضخمة جدا ويمكن أن تصبح عبئا عليك أثناء الغوص. في دايفرويد تم التفكير في راحة امتلاك هاتف ذكي دائما مع تقنية مراقبة الغوص، يشتمل على كمبيوتر غطس وبوصلة ودفتر سجل في راحة يدك. يعد كمبيوتر الغوص دايفرويد جزءا أساسيا من معدات السلامة خاصة عند الغوص لأول مرة. يمنع الحوادث من خلال قياس العمق ومدة الغوص والسرعة الصعودية. دايفرويد هو كمبيوتر الغوص الوحيد الموجود مع حل كل في واحد. يحل التطبيق الملون وعالي التباين محل جميع معلومات الغوص الأساسية التي تحتاجها مثل العمق ووقت الغوص ووقت الارتفاع ودرجة الحرارة في لمحة. ستعلمك تنبيهات السلامة دايفرويد في أي وقت أثناء الغوص إذا وصلت إلى أعماق نقطة توقف أو صعدت بسرعة كبيرة. في حالة الطوارئ سيعلمك التطبيق بما يجب القيام به في العمق الحالي للبقاء في أمان. تتيح لك تنبيهات دايفرويد معرفة أنك وصلت إلى نقطة التوقف الأمنية الخاصة بك. لديك بالفعل كاميرا عالية الجودة في يدك، هاتفك الذكي التقط عددا لا يحصى من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالغوص والتي يمكن مشاركتها لاحقا عبر رابط عبر تطبيق دايفرويد. يحمي غطاء دايفرويد هاتفك تحت الماء بينما يسمح لك تماما باستخدام هاتفك من خلال عمليات زر بسيطة على الجهاز. كلما تعمقت في الغوص قل الضوء الذي ستراه وبالتالي ينعكس اللون الأقل، هذا هو سبب ظهور معظم الصور ومقاطع الفيديو تحت الماء باللون الأزرق أو الأخضر.